زي ما احنا شايفين ابطالنا في كره السله بيقولوا ايه وبيدافعوا عن النادي الاهلي ازاي وعايزين يحصلوا على البطوله اللي جايه ازاي، احنا معاهم وان شاء الله باذن الله يشرفونا في بطوله دوري السوبر، هو البطوله الاقوى في اتحاد السله، هي البطوله الاقوى دائما وابدا. خلينا في بطوله، نروح لخبر في كره الطايره والبطوله العربيه لكره الطايره سيدات اللي هتقام من يوم 25 ليوم 4 فبراير. الاهلي بيقع في المجموعه الاولى، هو سبورتنج ومعاه اثنين فرقتين تانيين، المحرق البحريني والفتاة الكويتي. المجموعه الثانيه الزمالك والصيد، والصيد معاهم الصفاقسي التونسي ومعاهم الدفاع الجديدي الحسن الجديدي من المغرب. بطوله قويه جدا، الاهلي هو حامل اللقب البطوله دي وقدر، والبطوله في منافسه قويه جدا مع نادي الصفاقسي التونسي ان شاء الله باذن الله. البطوله هتقام على صاله 2.